بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي، فطرنا النهارده بقى معانا محشي الكرنب، ماشي، مع المحشي ورق العنب، مع بواقي بقى الاكل بتاع امبارح، المكرونه بشاميل. بس اللي جددناه النهارده عملنا احلى وراك، احلى صينيه وراك تحفه، احلى صينيه وراك خطيره جدا بطريقه سهله وبسيطه. بصوا الجمال وبصوا العظمه، ماشي، مع الورق عنب مع الكرنب مع المكرونه وادي الجلاش، وده الصوص بتاع الوراك. ايه رايكم في الحلاوه والجمال ده؟ ايه رايكم؟ يا رب كده تكون وصفاتنا كلها حلوه وسهله وبسيطه وتعجبكم، واكلتنا النهارده وافطارنا النهارده سهل وبسيط يعجبكم كده، ويعجبكم في كل حاجه بعملها لكم. هنقول بقى يلا بينا بقى، هنخش على مطبخ خبير وماما على اليوتيوب، ومطبخ خبير وماما على الفيس وعلى التيك توك، ونشوف احلى اكل واحلى وصفات عملناها ازاي. يلا بينا يلا بينا حبايب قلبي. مساء الهنا، مساء السعاده، مساء السكر الزياده عليكم، كل سنه وانتم طيبين. بصوا بقى، احنا عندنا دلوقتي زي ما انتم شايفين عندنا بواقي الاكل بتاعت امبارح. يعني بصوا، دي صينيه مكرونه اهي، دي صينيه مكرونه بقى من فطار امبارح، هتسخن وهتتحط. هنعمل جنبها ايه؟ لقيت اخويا النهارده بقى قال لي بصي حبيبتي، بعت لي وراك بعددنا كده، هعمل لكم صينيه وراك تحفه جدا. مع صينيه الوراك كان في معانا هنا حله ورق عنب كنت شايلها في الثلاجه، اهي شايفين، هنعملها خلاص. وهنا برضو حله كرنب صغيره هنعملها. يعني هنعمل النهارده محشي كرنب مع محشي ورق عنب مع الفراخ مع بقيه الاكل بتاع امبارح، وهتلاقي الدنيا هتبقى سفره حلوه كبيره وجميله، وهتبقى تحفه كده، ماشي. تعالوا بقى نحط المحشي على النار، وتعالوا نشوف هنعمل صينيه الفراخ ازاي. يلا بينا يلا بينا. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا قطعت هنا فلفل على قوطه، يعني 3 وحدات بصل على 3 وحدات طماطم، قطعتهم وعلى قرنين فلفل. هنيجي هنا بصوا الفراخ، انا الفراخ هنا بقى برضو بصوا ضربه هنا بصل في قلب الكبه. البصل في الكبه ده يا جماعه لما بتدعك الفرخه كده من جوه ومن بره كده، ماشي، وتحطي اهو تحت الجلد كده، بيدي طعم حلو قوي 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 اهو. بصوا باجي انا بس برضو هنا عشان الوراك كبيره، بالسكينه كده مع بعض، انا غازها بالمنظر ده عشان تستوي معانا بسرعه. انا كده ايه، حطينا ايه، حطينا المحشي على النار اهو، ودي هتاخد غلوة اهو. بصوا نتبلها كده زي ما انتوا شايفين، بصوا تبقى الفرخة من جوه كده. انا قطعتها من جوه، بصوا عملتها شرايح من جوه ازاي عشان تستوي بسرعة، ما قطعتش من عند الجلد علشان اسيبها تستوي كده ويبقى البصل جواها، تيجي تاكلي تحس انت بتاكلي حاجة كده جميلة اهو. اعملهم بقى كلهم، وهنعملهم واحدة تانية اهو مع بعض. نجيب الفرخة كده، بصوا تحت الجلد كده اهو اهو، نجيب بالسكينة عشان الوراك دي كبيرة اهو، نقطعها كده ننغزها كده بقلب ايه السكينة اهو بالمنظر ده. وهناخد اهو معانا، بصوا بالمنظر ده كده، هعملهم بقى كلهم واوريكم وايه والشكل بيبقى عامل ازاي. بصوا حبايب قلبي كده خلاص خلصت، هدخلها بقى احطها غلوه على النار، ماشي. يعني هعمل ايه، هديها كبشه شوربه من بتاعه الفراخ بتاعه امبارح خلاص، وتشربها تستوي كده، وبعد كده هدخلها تاخد وش بس على الفرن. هدخلها الفرن واعمل لها حته فحمه كده حلوه وجميله واحطها، ماشي. خليكم معايا والله الطريقه دي حلوه قوي، لو عملت الفراخ بالطريقه دي تحفه وطعمها خطير جدا، ماشي. نكمل بقى التسويه وارجع لكم. بصوا حبايب قلبي، ادي الصينيه اهي شايفينها، بصوا الحلاوه بتاعتها، ما اقدرش اقول لكم على الريحه، تحفه تحفه تحفه. وهنا بقى بصوا الورق هنا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو شايفينه اتشرب اهو، ماشي. وهنا برضو حطيت بقى المكرونه في الفرن هي والجلاش. وهنا معانا بسم الله ما شاء الله، ادي الكرنب برضو استوى، هدخل دي بقى الفرن هتاخد ايه وش، يعني هتكمل بقيه سواها في الفرن كده. وبصوا هي جميله، بصوا اهي شايفينها استوت ازاي، بس انا هكملها في قلب الفرن. انا كان عندي معلقه صلصه
حطيتها على الوش كده عشان تبقى حمرة كده وتبقى عاملة زي المشوية، ايه رأيكم؟ تطلع بقى من الفرن، نغرف الاكل كله وهوريكم احلى سفرة. خليكم بقى معايا. زوزو انت قلتي عايزة تقولي لهم حاجة، تعالي كده. ايه عايزة تقولي لهم ايه يا حبايبي؟ ان شاء الله. وايه رايك في الريحه؟ الريحه تحفه تحفه تحفه. لايك 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 لايك. يلا مع احلى صينيه فراخ يستوي والاكل يستوي، وبعدين نوريه لكم اول ما نغرف على طول. حبايب قلبي خلصنا خلاص، ماشي. وادي طبعا العصاير، وادي المخلل البلدي الجميل، ويبقى الطبق كده. ادي الفراخ، بصوا عملتها بطريقه حلوه وجميله مع المكرونه اهو. بصوا حطيت برضو زي امبارح كده، ماشي. الجديد معانا بقى ورق العنب والكرنب والفراخ، وادي الشوربه، ودوت اللي هو الصوص بتاع الاوراق حطيناه عشان اللي يحب يغمس. ايه رايكم في الاكله وفي الوصفه الجميله؟ بجد وصفه الفراخ يا جماعه لو عملتوها بالطريقه بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها، صدقوني والله العظيم حلوه جدا، وطعمها يعني فوق الخيال، حلوه قوي قوي قوي، بتدي طعم جميل. وولعت بقى فحمه كمان مديه اكنها مشويه على الفحم. ايه رايكم في اكلاتنا النهارده؟ يا رب يكون كل وصفاتنا كل يوم كده تعجبكم، وكل حاجه بعملها تعجبكم. ان شاء الله اشوفكم في الهنا، واشوفكم في السعاده، واشوفكم في الخير. تحياتي مطبخ عبير وماما على اليوتيوب، ومطبخ عبير وماما على الفيس، واشوفكم في كل خير يا رب. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم بالخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.